انتظار الفرج. ورد في الروايات أن انتظار الفرج من أفضل العبادات، ويمكن استنباطه من مفهوم قرآني وهو حرمة اليأس من روح الله. الانتظار نوعان، الأول مثمر بناء يبعث على الالتزام ويمنح القوة والتحرك، حيث أن الإنسان يعمل بجد ويؤدي واجباته ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الانتظار الثاني هو محرم هدام يؤدي إلى الوقوع في الأغلال وإلى شل الطاقات، حيث أن الإنسان لا يعمل ويجلس في بيته وهو يقول أنا أنتظر الإمام. وفي ختام حفلنا نستقبل المنشد المبدع جعفر عبد الرضا، فاستقبلوه بأحر الصلوات على محمد وآل محمد. يا زارعا حب النبي بقلبه، يا زارعا حب النبي بقلبه، أسقيت زرعك بالصلاة عليه. هذا محمد ما هذا محمد ما تشوق عاشقه أحدا كشوق العاشقين إليه. يا من هديتم بالنبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلسه صلوا عليه وسلموا تسليما. وبحبكم أنا ذائب ومتيم، ولأجلكم بين الأنام أكرم، فإذا وقفت بمدحكم أترنم. صلى الجميع عليكم وسلموا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا من حبيت بجنون، والله وافتخر مجنون بالحب انكتب. البعض عندهم الحب من الذنوب، البعض عندهم الحب من الذنوب، وانا محبوب طرد حتى الذنب. انا حبيت
أنا حبيت النبي هالرسول وهالبيت عليهم بحب انحسب وهو بالدنيا إلي سور ونجاة وموعدي بالجنة ويا أجمل محب. اللهم صل على محمد. توج توج انتظرت الفرح طول العمر. يلا ايه صوتك متباركين ان شاء الله. توج وخمد نيران اللي ذبح شاي توج هاي الليلة رب الكون توج المهدي وصباح سلطاني نصفة ما نقدر بعد بالوصف نصفة لو ان يوصل شهر شعبان نصفة نقول المهدي لاحي وسطع بيا نقول المهدي لاحي وسطع بيا والله نقول المهدي لاحي وسطع بيا نقول والله جنت وانا رضي عب وسط مهدي اناغي وباسمك الهجدوم مهدي كبرت لان شفتك الهناس مهدي الاسم والمعنى يتطابق سويا الاسم غابت هالأصوات الاسم والمعنى يتطابق سويا وحق البيت واللي فرض حجة بعدك ما حصل عالناس حجة اللي عندك يا شبل الحسين حجة هل حاجة شفاعة وهاي هي هل حاجة شفاعة وهاي هي والله هل حاجة شفاعة وهاي هي بدر من عالم التقديس شعبان يلا قولها شعبان وانوار بمعالي الفخر شعبان بالخامس عشر من شهر من شهر بالخامس عشر من شهر شعبان انولد شبل الحسن وانتشر ضيال ولد وين انتشر ضيان ولد شبل الحسن انشغل فكري لزم آية هداية وعرفتك للبشر نورك هداية لو انك ردت من عندي هدايا خذ روحي يا ابو صالح هديه خذ روحي يا ابو صالح هديه والله خذ روحي يا ابو صالح هديه يلا بنرجع للماضي القديم ان شاء الله شيل الليل منتظر شيل الليل شيل الليل منتظر شيل
هي اللي أرواح البشر كلها فدا. شل الآية المنتظر شيل يلا صوتك المتن مليان. شل الآية المنتظر شيل هي اللي أرواح البشر كلها فدا. هي اللي أرواح البشر عطنا من خيرك يا ميزاب الندى. شيل الآية المهدي يا شمس الهدى. سيدي طال المدى وزاد الصدى يمت جودك يغمر الدنيا ندى. شيل الآية المنتظر أرواح يلي أرواح البشر كلها إيه يلي أرواح البشر إيه عن عام يبلا يا نورك سيدي يلي ذي بها انتهي وبها ابتدي كلنا نتمنى نروح ونبتدي والساعة اليوم اللي يرانا ونرى. شيل الآية المنتظر شيل شيل الآية المنتظر شيل يلي أرواح يلي أرواح البشر كلها يلي أرواح البشر يا أبو صالح متى يا الغايب متى يلي شوف الجنة والله شوفته كل من يتابع إمام بدنيته وإحنا دنيا وآخرة نبقى معاه. شيل الآية المنتظر شيل الآية المنتظر شيل يلي أرواح كحل عيون البشر من طلتك يوم تنشر بالعدالة رايتك وصبحك يجللنا نور ما حلا. شيل الآية المنتظر شيل الآية المنتظر شيل يلي أرواح نلتمس منك فرجنا نلتمس يلتي ضوي باكر بهدي الأمس ألف صلى الله وسلم يا شمس ويا نجمنا ليغمر العالم سنا. شيل الآية المنتظر شيل الآية اللي أرواح البشر كلها يقول فاطمة يوسفها أنت والأمل قوم ودي لي قميصك بالعجل. فاطمة يوسفها أنت والأمل قوم ودي لي قميصك بالعجل انتظار الفرج من ضي العمال يمتى يظهر لنا ونصلي ورا. شيل الآية المنتظر شيل شيل الآية المنتظر شيل يلي أرواح البشر كلها بعد شيل شيل الآية المنتظر شيل يقول صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرج صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرج زين بنورك المكان إلهي عجل يلي عصى موسى في جفينك وخاتم سليمان على يمينك وين الوعد يا المنتظر وين
حنت إليك الدنيا يا مهدي، حنت إليك الدنيا يا وصاحب العصر والزمان. إلهي عجل زين بنورك المكان. إلهي عجل يلي الوصف يتحير بوصفه، وعيسى يصلي ويا البشر خلفه، يوقف ليومك النبي واقفه، ويصلي ويسلم على المهدي، ويصلي ويسلم على المهدي. ندعو لو ياكل اذان الهي عجل فرج صاحب العصر والزمان. الهي عجل يا مالي الايام من عدله، والباري في القران يشهد له، والنبي يوسف ماسك بحبله، والنبي يوسف ماسك بحبله. نجيته من البير يا مهدي، نجيته من البير يا مهدي. كلنا على وعدك تقطعنا، يوسف الماخذ قطره من حسنه، وقطعت ايدها النساء منا، كلنا على وعدك تقطعنا، كلنا على وعدك تقطعنا. داوي نظرنا بنظرة يا مهدي، داوي نظرنا بنظرة يا مهدي. في كل ضمير وكل لسان الهي في كل ضمير وكل لسان صاحب العصر والزمان. الهي عجل فرج صاحب العصر والزمان. الهي عجل فرج يا بدر بالأمل شع وسط بدرك، بدرك يا منقذ البشر للموت ننتظرك، كل شيعة تلقاها تحت أمرك. أخوتها سمعنها وبأمرك تلقاها الشيعة، وبأمرك تلقاها الشيعة، وبأمرك تلقاها الشيعة، وبأمرك تلقاها الشيعة. يا آية العصمة الختمة الآيات تهتف يا أبو صالح باسمك الأصوات، ونهوس لك لأن تستاهل الهوسات، ونهوس باسمك مهدينا، ونهوس باسمك مهدينا، ونهوس باسمك مهدينا، ونهوس باسمك. سفينتنا الحسين تنجيك الغرقان، يقول مو سفينة الحسين أوسع وأكبر. سفينتنا الحسين تنجيك الغرقان، يركبها الموالي وش ياهو الجان. والهاي السفينة ابن الحسن سفان، هاخدها سمعنها لعربها، ومن نغرق هو ينجينا، من نغرق هو ينجينا، من نغرق هو ينجينا، من نغرق هو ينجينا، من نغرق. خذاها الراية من عمه ورفعها بيمنة القائم، عليها انشدش مكتوب منه بهالخبر عالم، هو المنتظر بيدكاتب يا قمر هاشم، هو المنتظر بيدكاتب يا قمر هاشم. هاخوتها سمعنها بسم العباس يعليها، بسم العباس يعليها، بسم العباس يعليها. يوم طلعت الموعود يوم البين يشيل الراس، خصال المهدي من حسين لكن غيرة العباس.
ابن حسين لكن العباس ميزان الوصي حيدر بيدي عادل المقياس والما تتساوى يساويها والما تتساوى يمتى توقف على الباب يمتى تلزم المسمار يمتى تغسل المحراب من دم هامة الكرار يمتى يدوي الكون نسمع صوتك المغوار هاخوتها سمعني ها وتحل الراية الملفوفة وتحل الراية الملفوفة تآمر انت تآمر على راسي بإذن الله يا رب أطلق بالدعاء يا عنتي عن والدي وعن جميع أحبتي واكتب لنا من وافر الحظ الذي يلقى المغيب من فراج الطلعة خذنا صلاة بالنبي محمد وتوجها يتلى ببضعة أحمد وتوسلا ناجى ظهور مؤمل مثل انتظار الفرض لفظ تشهدي هبنا إلهي من لدنك فضائلا في أن نقيم إلى السماء محافلا بالمرتضى يوم الغدير منصبا هبنا نرى يوم الظهور مماثلا يا رب ثبتني وثبت مسلكي تعب الفؤاد من اصطبار مهلك زدنا وقارا لانتظار بقية متمسكين بدمعة الحسن الزكي وافتح قميص الغيب نحو الطلعة واجمع بنا الحمراء فوق التلة نستنهض المهدي باسم مبطعين كالطفل في رهن السباق والطفلة إنا توجهنا بأطهر خمستين فأجز لنا باقي الدعاء بالتسعة واكتب لنا منهم شفاعة قائم ما زال يرجو الله ثار البضعة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد يا مستمعين النظام صلوا على المظلل بالغمام محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد أما عن ولادته عليه السلام كان عليه السلام يقرأ القرآن وهو في بطن أمه ويتكلم ويعبد الله تعالى ويظهر منه ما يظهر العقول وتحير فيه الأفهام قالت حكيمة فقرأت عليها ألف لام ميم السجدة وياسين فبينما أنا كذلك إذ انتبهت فوثبت إليها ودنوت منها وسلمت عليها ثم قلت لها أتحسين شيئا قالت نعم فقلت لها اجمعي نفسك وقلبك فهو كما قلت لك يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى
وصرت أراقبها وأنا فرحة مسرورة بها، وعليها من النور ما يغشى بصري وتحير فيه الأفكار. فنعست ثم التفت لها فإذا بها قد غيبت عني ولم أرها، فضرب بيني وبينها حجاب. ففزعت ومضيت ومضيت إلى أبي محمد عليه السلام وأنا صارخة، فلما رآني على ذلك الحال قال لي: لا عليك يا عمة، ارجعي إليها فإنك ستجدينها. فلبثت معها قليلا حتى رفع الحجاب الذي بيني وبينها، فأخذتني فترة وهي كذلك. فلما فتحت بصري وإذا بها قد وضعت بالحجة أفضل الصلاة والسلام عليه. أنشد فأبدع، فله الشكر الجزيل وله الأجر الجليل. كل الشكر للمنشد جعفر عبد الرضا على ما أتحف به مسامعنا. سيدي يا أمل الدنيا، سيدي يا قائم آل محمد، سيدي يا رمز العدل، سيدي شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق فأنقذنا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره ولا تحرمنا من رؤيته يا رب العالمين. ختاما، كلمة شكر مكللة بأصدق الدعوات للجنة الثقافية على جهودها الكبيرة، وللقائمين على هذا الاحتفال، وللمشاركين على عطائهم الرائع، ولحضورنا الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.